أخيرا تحقق حلم حفيد الشيخ بومعزة السيد بوعلام بمنحه قاعة تتسع لمتحفه الشهير المتواجد بقلعة بني راشد في ولاية غيليزان بعد سنوات من الانتظار. الحمد لله اليوم رانا وسعنا المكان لأن كان في مكان ضيق وكانوا الصوالح ماشي باينين، واليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم وقع هذا التوسيع راه كل شيء ظاهر، البرال وكان ديرها راه يتبان في الأرض. وهذا باسم جهة نفسي وبسبب رئيس البلدية هو اللي ساعدنا إن شاء الله الرحمن الرحيم في الواسمة هذا، وراه واقف معنا بالحق، راه واقف معنا. كانت له محلين صغيرين ولكن في هذه المرة ارتأينا أن نمنحه هذا المقر، هذا من أجل أن يضم كل ويجمع بين العصر الحجري والعصر الخشبي والعصر الحاضر. الشيخ شيبعونة هو الرمز تاع القلعة تاعنا، هو الرمز وهو معناه وهو أعين القلعة. على أنغام الفرقة النحاسية أقيم معرض للزربية بغرض التعريف بهذا التراث الثمين وتشجيع تسويق المنتوج المحلي. شفنا سلع جد ثرية اللي نتمنى أنها تكون، والهدف الأساسي أنه تكون تسويق، ومنه خاصة نحن ركزنا أكثر على الزربية كي لا تتلاشى ولا لا تنسى، ونحن نحاول وخلق فضاء لبيع وتسويق مثل هذه السلع على غرار القفة على غرار زرابي. نعمل على تدعيمه من أجل تسويقه وخلق فضاءات خاصة به وتكوين الأجيال الصاعدة على شكل فتح ورشات على مستوى مركز الثقافي بمدينة القلعة. هي مؤهلات سياحية وتاريخية تتمتع بها قلعة بني راشد لتجعل منها قطبا رائدا في هذا المجال إذا ما تم استغلالها لتصبح قرية سياحية ليس بالحلم البعيد.